كباتن اتوقع هيك احنا جاهزين لنبدا التحدي، ولكن بدي اطلب منكم طلب لنلعب حجر رقم قص عشان نعرف مع مين الارسال في المجموعه الاولى. يبدا. مش عارف صح. حجر. ما استنى عشان نعمل زي بعض. لا نعمل حجر. مصابه. بلش الغدر من البدايه. الارسال مع الكابتن محمد الرازم. جاهز؟ جاهز. يلا بالراس. تعدي على الغداء. على الغداء اكيد. حلو. يلا معلش. 1-0. واحد. ارسل معي؟ ارسل معك. دائما معي صح. كل المجموعة. 2. طيب المجموعة الأولى انتهت بفوز الكابتن محمد الرازل. إن شاء الله دايم. لذلك يترتب على الكابتن ورد سؤالين. بدي أحمي معك، بديش أبلش معك قوي. سمعت أنه مواعيدك 100%. أول سؤال جاي يم. اسلح. إيش قصة المواعيد؟ والله مش عارف، بس مش قادر ألتزم في مواعيد التمرين. حسنا في حياتي بشكل عام. ممكن اضيف شغله؟ تفضل. هم مواعيد التمرين بس. بس مواعيد التمرين مش المواعيد. في لعبه خماسي، في مثلا حفله، في اي شيء بيجي قبل هذا. مواعيد التمرين مش عارف شو القصه. انا السنه الماضيه بالفيصلي اللي بتاخر بتجيب افوكادو. يعني والله العليم ما يقارب جزء 1000 دينار بس على افوكادو. بتجيب افوكادو للفريق كله؟ الفريق كامل. كم حتى لما مرات لما ما اجيب او ما اكون متاخر صرت ادفع معهم هيك. خلص تعود ادفع انا كل اسبوع كل مباراه تعود ادفع. فصار الموضوع عندي لا ارادي. يعني صار في نسبه من العقد للافوكادو. والله. طيب حاول تلتزم يا كابتن او ما تلتزمش، المهم تفوز. ماشي. كابتن محمد الرازي. سؤالين له ولا؟ ماشي راجع له عم بيسيبه يعني راجع. كابتن انا عارف انه انت يعني في السابق يعني شغلك على دائره الملعب ولاعب نص اكثر، ولكن من جديد صرت الاحظ عليك انه طورت في موضوع التسجيل. كابتن ورد انا عارف راح يعلق على الموضوع. ولكن ما شاء الله يعني صرت تسجل اكثر، صرت تتواجد بال18 اكثر. كيف صارت عمليه التحول هاي؟ والله شوف، يمكن صدفه اجت اصلا انه كان عندنا نقص بالهجوم او ورا المهاجم. هذا وين كنت العب؟ 6 او 8. بسحاب وبالصلت. لا بالصلت لا، هي كانت بصراحه لا، هو الكابتن جمال ابو عابد هو اللي قدمني. اما بسحاب لا، يعني ما كان في نقص مراكز. فتقدمت وربنا اكرمني. بدايه الدرع ما كان معنا، جبت 6 جوال لما اجى سبحان الله وجوه. بس استفتحت في يعني انت لما كان في عندك نقص لعبت وثبت في هذا المركز؟ ثبت لما يجيبوا بسحاب، لما يجيبوا لاعب اللي هو ورا المهاجم. وشاءت الاقدار انه ما يجيبوا. فضليتني. طب ايش علاقة ورد في هذا الموضوع؟ هي راح تشيل اقدار، راح نجيب 1 8 و10 عشان يرجع كثير ورا عشان ما يطلع يجيب جول في المرة. لا شفت من ايام شباب الاردن يعني انا وياه من لما اجيب جول او هو يجيب جول او يصنع جول نتضايق. ليش؟ هسا ليش ما بعرف، بس مش الضايق اللي هو انه بتمنى له مش بس خلص. ايش بيهمك الضايق اللي ما يجيبش جول؟ لا يعني في مباراه فكره انه جاب جول انت تتضايق؟ ما بعرف، هو معك مش ضدك. انا مش عارف، عندي يعني بحسه مش لازم يجيب جول. غلط يعني، حتى لو ما قبل الفريق بس برضه ما يجيب جول. انا لي صوره ما اعرفش على الانستغرام جاب جول مباراه العقبه، انا حاط راسي هيك عامل وهو بفرح قاعد، انا متضايق وهو فرحان. ولك صوره وانت عامل هيك؟ نزلها على الانستغرام. طيب كابتن ورد، سؤالك الثاني. تتويجك مع الفيصلي ببطوله الدوري بالتاكيد يعني من اهم الاشياء اللي صارت في مسيرتك. صحيح. ايش بيعني لك هذا الشيء؟ والله شوف، تتويجي بالفيصلي، انا تواجدت بجوز السنه اللي قبليها كاس برضه، كان يعني من البطولات الحلوه والسنين الحلوه صراحه بالفيصلي. الامان الواحد بس يتوج في دوري او في الكاس هي بجوز من اهم الاشياء اللي ممكن تصير للاعب كره القدم. يعني الواحد بيلعب بجوز عشان يتوج بالدوري ويتوج بالكاس ويطمح انه يطلع برا اكيد يعني. صحيح. ومنتخب، ف من اهم الاشياء اللي صارت معي انه تتويجي في الدوري. الأمانة كانت سنه كثير حلوه. طب هو حس شوي بمشاعر يعني، الكاس اخذتوه منه تقوى. صح. ضروري تحكي الكاس يعني، حقال لك الدوري خلص مشي مع الدوري. بس انا حبيت اذكر البطولتين. حكيتوا مع بعض بعد المباراه؟ اكيد، ورد صديق الطفوله من زمان.
يعني اذا مع بعض انت بتقول لي بتضايق لما يجيب جول، فما بالك ضدك وماخذ منك كاس. انا بقول لك هو من قلبه مش فاهم يعني. تخيل جبت جول يومها.